ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو الأسبوع الثالث عشر. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بمناقشتها ودراستها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. لاحظوا معي أننا سنبدأ بالفصل الثاني للوحدة الثالثة، طريق الحج الشامي وأثره في الأردن. بالطبع عزيزي الطالب، كان لقافلة الحج الشامي الأثر الأكبر في حياة السياسية والاقتصادية الاجتماعية الثقافية، فهي تنطلق من دمشق إلى الرمثة ثم إلى الفدين المفرق. تتجه القافلة بعد ذلك إلى الضليل الواقع بين الزرقاء والمفرق، ومنها إلى الزرقاء، حيث يقام سوق يحتوي على السلع المختلفة التي تجلب من دمشق وقراها. هنا في هذه المنطقة يتم التبادل التجاري في هذه المحطات، فكان التجار من مدينة عجلون يحضرون السلع إلى مدينة الزرقاء للمتاجرة بها، وأحيانا تمر قافلة الحج بالأزرق قبل توجهها نحو الزرقاء لوجود الماء فيها. تستمر القافلة في سيرها إلى وادي الحسا بين الكرك ومعن. يرد الحجاج ماءها، يستفيدون من ماءها، ومنها يرحلون نحو معان للتزود بالمياه والطعام، ويقام لهم سوق يحتوي على العديد من البضائع والسلع سواء للحجاج أو رواحلهم، فيغتنم أهالي المنطقة الفرصة للتجارة والكسب. وفي معان ينقسم طريق الحج إلى اتجاهين، الأول نحو عقبة السوان، ثم نحو ذات الحج، ثم إلى تبوك فالعلا، إلى أن ينتهي إلى المدينة المنورة فمكة المكرمة. الثاني من معان إلى آيلة، ويلتقي مع قافلة الحج المصري، ثم نحو المدينة فمكة. في العقبة يقام سوق تجاري يقصده التجار من سائر المناطق الشامية للكسب والربح أيضا، وقد وصفه الجزيري في كتابه الدرر بقوله: وينصب سوق كبيرة فيه من البضائع والفواكه ما لا يوجد في غيره، إنه مكان مقصود تأتي إليه السلع من الشام، وتقام فيه الأسواق العظيمة الممتدة والمتشعبة التي لا توجد في أمهات الأقاليم وكبار المدن. وهذا بالطبع يدل على أهمية السوق وتنوع السلع فيه. من أهم محطات الحج زيزيا الجيزة، حيث يقام فيها سوق تجاري كبير في موسم الحج. هنا يتزود الحجاج بما يحتاجون، ولم يقتصر هذا السوق على خدمة الحجاج وحدهم، بل كانت القبائل أيضا تحصل على حاجتها من السلع عن طريق المقايضة بمنتجاتها من الغلال والأجبان والبسط والماشية والبسط والماشية وغير ذلك. وكان السوق يقام في ساحة واسعة، حيث تتسع للأعداد الكبيرة من الجمال، ولذا اهتم المماليك ببناء الخانات، ومنها خان قياد ضبعة، وخان الزبيب، وخان الحسا، والخان القطرانة. أما محطة العقبة فيقصد سوقها الحجاج القادمون عبر بلاد الشام والقادمون عبر قافلة الحج المصري، فتلتقي القافلتان للتوجه نحو الحجاز. هنا بالطبع كان موسم الحج مناسبة دينية اقتصادية ثقافية، يلتقي المسلمون على اختلافهم في هذه القوافل، فيتعرفون على عادات بعضهم البعض، أحوالهم السياسية الاقتصادية وعلومهم. ومن آثار مرور قافلة الحج الشامي بالأراضي الأردنية، أولا الشعور بالأمان. عندما تكون مسافر أنت تحتاج لهذا الشعور من مخاطر الطريق، إذ تحرس القافلة قوة عسكرية متاجرة الحج بما حمل من بلاده من سلع مع غيره من الحجاج، أو استبداله ببعض سلع يعني بسلع أخرى يحتاجها الحجاج الآخرون. توفر طرق المواصلات مما أدى إلى تطور التجارة وازدهارها. أيضا تحول مناطق
طريق الحج ومحطاته إلى مدن، إقامة الاستراحات على طول طريق الحج، ومنها يستفيد أهل القبائل المقيمة على الطريق بتقديم خدمات الدلالة وتأجير دوابهم لنقل الحجاج، الاحتكاك والاتصال بين سكان المنطقة والحجاج القادمين من البلاد الإسلامية المختلفة. عزيزي الطالب، هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال الأسبوع 13. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.